وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذا نور دبي. في هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة اللي إن شاء الله تكون حلقة مميزة فيها الكثير من المعلومات اللي ما نتعرف عليها. طبعا تشاركني تقديم هذه الحلقة اليوم دكتورة بدرية الحرمي. صبحت الله بالخير دكتورة. صباحك نور وسرور أخوي محمود، وصباحكم صحة وسعادة وإيجابية مستمعين صحة وسعادة على أثير نور دبي. حياكم الله معنا، متواصلين معاكم على الأرقام التالية 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 وعبر قناة أو عبر حساب نور دبي على الانستغرام لايف. دكتورة نحن عندنا سؤال يومي زين في عليه جائزة 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. دكتورة خبرينا شو السؤال مال حلقة اليوم، والسؤال للمعلومات يا جماعة الخير فقط على الرسائل النصية 4006. تفضلي دكتورة. إنزين سؤال اليوم وايد سهل، أوكي، يتكلم عن مريض السكري في رمضان. متى يجب أن يفطر مريض السكري في رمضان؟ 1 إذا كان معدل السكر أقل من 80 ميلي جرام، أو إذا لم يشعر بأعراض كالدوخة والزغللة العينين أو الرعشة، إذا كان معدل السكر أكثر من 80 ميلي جرام. إذن أكثر من 80 ميلي جرام، أقل من 80 ميلي جرام، وإذا ما كان يشعر أو يحس بأي أعراض مثل الدوخة والرعشة ما يفطر. ها؟ نجاوب؟ لا تجاوبين بعدنا تو الناس. انزين على 4006 دكتورة خلينا نطلع على السوشيال ميديا ولا نقرأ الخبر أول شيء؟ أسمى صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. أنا بقرأ الخبر وانت معانا على الخط، وبعدين باخذ تعليق على الخبر من عندك وخبرينا بعدين على السوشيال ميديا. يقول لك علماء توصلوا من جامعة ألاباما الأمريكية لنتائج تبين أن الدهون الموجودة في منطقة البطن لها فوائدها. زين ففي حين يعتبر الكثير من الأطباء وخصائي الصحة أن تراكم الدهون في الجسم مؤشر خطير على الصحة، وأن الطبقات الدهنية مهما كان نوعها أو موضعها تشكل عبئا على الكبد وبعض الأعضاء الحيوية في أجسادنا. أشارت دراسة تم نشرها مؤخرا إلى أن الطبقة الدهنية الداخلية الرقيقة الموجودة في منطقة البطن عند الإنسان لها دور في وقاية الجسم من بعض الأمراض. وحول هذا الموضوع قال علماء من جامعة ألاباما الأمريكية: أبحاثنا الأخيرة بيّنت أن نسيج تلك الطبقة الرقيقة الموجودة في تجويف البطن يساهم في تنقية الدم الذي يدور بين الأعضاء الموجودة هناك، وتتكون الطبقة من نسيج يعد أول جزء تظهر عليه أعراض التليف في حال إصابة الجسم بأي التهابات. لذا يمكن اعتماده كمؤشر على الحالة الصحية للجسم، ولكنه في نفس الوقت أشاروا إلى أن تلك الطبقة لها تأثيرات سلبية أيضا، فعن طريقها يمكن للخلايا السرطانية أن تنتشر داخل الجسم لا سمح الله، وخصوصا الخلايا المصابة الناتجة عن سرطان المبيض والمعدة. وأوضحوا أن نتائج أبحاثهم الأخيرة قد تساعد
الأطباء أو العلماء في المستقبل على الاعتماد على تلك الطبقة لتكون مؤشرا في دراسة الالتهابات في مراحلها الأولية لتجنب آثارها السلبية الخطيرة في حال تطورها. فحافظوا على هذه الطبقة في أجسامكم. لا لا هذا من عندي طبقة الدهون في منطقة البطن. إيه لا هذا من عندي. يعني شوها محمود الحين شو وهجيتنا أنت يعني. إحنا طول الوقت نزل وزنكم يعني إيه. عليكم بالدهون. عيسى أمورك طيبة لا تحاتي. إنزين ها اسمع كيف حالك؟ تمام الحمد لله. خبرينا. أنا عندي رأي. إيه قولي. في الإنسان جسمه نسبة لازم تكون تحتوي على دهون لكن واحد لازم ما يعديها. هالنسبة تعتمد على طول الإنسان، عمر الإنسان، نسبة العضل عنده، لكن في نسبة معينة لازم نحافظ عليها، قلتها مضرة زيادتها مضرة. صح الاعتدالية اسمها الاعتدال فيها، ولازم واحد يعرف مثل البرسنتج هو مثل نسبة معينة لازم يكون فيها. زي ممتاز. بعض الرياضيين يكسونها أكثر تكون خطرة عليهم لكن يستخدمونها أكثر رياضيين مثل كرة القدم وغيرها. ممتاز ممتاز. تراكم معلوماتي والله زين. إحنا ما نشوف بنقيم المعلومات. أنا خبيرة تغذيتها في الاستوديو بنسألها يعني بعدين ما نشوف شو اللي معلومات قلتيها صح غلط الله العالم. حتى على الخبر هذا بناخذ تعليق منها. لكن خبرينا شو آخر مسجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟ آخر شيء شاركنا أمس الساعة 12 في الليل في بطولة على الكراسي المتحركة، فريق من موظفين هيئة الصحة ضد فريق من الطيران المدني، نحن فزنا أمس ما شاء الله مبروك. في هذا كان في من ضمن فعاليات دورة مد الشبر الرياضية اللي موجودة خلال شهر رمضان. غير هذا نبغى حقناس نحن مستمرين في الحملات الموجودة في منطقة الأسرة وحملة نسعد بركم في يوميا محاضرات دينية ووقت ممتع مع كبار السن. وغير هذا نبغى نذكر أيضا أن في دورة الدشبة الرياضية أن عيادة موجودة في حال كان موجودين وحسب وحدة صحية، نحن أن عيادة مجهزة بالكامل في دورة الدشبة الرياضية، وأيضا هناك أخصائيات التغذية موجودين وأجهزة الفحص يقدرون يشيرون يحصلون على الفحص كامل وشامل للجسم مع استشارة. ممتاز. شو رسالتنا الصباحية لليوم؟ رسالتنا اليوم تقول ستجد سرعة الأداء عندما تعمل ضمن فريق عمل متمكن، أما جودة الأداء ستجدها عندما تعمل مع هذا الفريق بروح الفريق الواحد. صحيح. مهما كان الأشخاص عندهم من يعني كواليفيكيشن كفاءات، لكن إذا ما كانوا يشتغلون ضمن فريق واحد بروح فريق واحد الكفاءات هاي ما راح تفيدهم. صحيح. ممتاز يا اسماء. رسالة بصحة وسعادة. يلا دمتي بصحة وسعادة. وأيضا نحن العيادة الذكية هالأسبوع عن شو بتتكلم؟ راح نخليها عن المشاكل اللي تصادف البعض الصائمين في رمضان. ممتاز. ففي وايد موعدها باكر صح؟ موعدها باكر بإذن الله بتكون على الساعة 1 سويتوها لثنتين. غيرنا موعدها في رمضان من 1 لثنتين. فأتمنى لكم التوفيق. شكرا لك أسماء. طبعا اللي يبغي يتابع آخر مسجدات هيئة الصحة بدبي لحظة بلحظة مثل شعار نور دبي لحظة بلحظة، ممكن يتابعها على DHA_Dubai. نحن دكتورة أنت كان عندك تعليق على الموضوع هذا كنت تبغى تعلقين عليه ولا خلي بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. بعد الفاصل إن شاء الله نحن بتكون حتى معانا حتى شيمة قائدة أخصائية التغذية السريرية في قطاع الرعاية الصحية الأولية. لكن قبل أن نطلع فاصل خلينا نذكر بسؤال الحلقة. زين سؤال الحلقة يقول متى يجب على مريض السكري أن يفطر في رمضان؟ إذا كان معدل السكر أقل من 80 ملي جرام، أو إذا لم يشعر بأعراض الدوخة والزغللة العينين أو الرعشة، وإذا كان معدل السكر أكثر من 80 ملي جرام. أقل من 80 أكثر من 80 وإذا لم يشعر بأعراض يعني الدوخة أو زغللة العينين أو الرعشة. السؤال متى يفطر ها؟ سؤال وايد سهل. إنزين. إنزين فجاوبونا أو على 4006 فقط. فقط. عموما ما نطلع فاصل عيسى بعد الفاصل إن شاء الله. ما
بنستقبل ضيوفنا في البرنامج. لا تنسون تقدرون تتواصلون معنا على الرقم 600-551-414. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن قبل الفاصل قلنا نحن قرينا خبر، ما أدري لحقت عليه ولا لا، لأن معنا الحين تو انضم لنا الاستوديو الدكتور علي خماس. صباحك الله بالخير دكتور. خير والنور يا محمد. حياتي. وأيضا معانا في الاستوديو خبيرة التغذية شيماء قايد. شيماء اختصاصي التغذية السريرية في قطاع الرعاية الصحية الأولية. شيماء تسمعتي الخبر اللي قرينا؟ نعم سمعنا. مال الخبر باختصار دكتور، يقولون أن الدهون في منطقة البطن مفيدة أحيانا. ها هذه دراسة طالعة وقرينا ليش مفيدة، شو رأيك أنت، شو تعليقك على الدراسة هذه؟ الخبر اللي سمعته كان مكتوب طبقة رقيقة. زين ركز عليها، طبقة رقيقة. أيه. مثل ما ذكرنا أنه هي مش دهون كتل، هي طبقة رقيقة. ممكن تكون الدراسة صحيحة أنه هي قال طبقة رقيقة. ثانيا أن الدهون بالجسم مثل ما قلنا هو له رينج. ترى هم قالوا الطبقة الدهنية الداخلية الرقيقة موجودة في بطن، فانطقة بطن عند الإنسان. أيه. لها دور وقاية. أيوة. وقاية الجسم. فركز على كلمة رقيقة انت. رقيقة يا جماعة الخير، ترى ما يربي لي كرش يقول لي شو اسمه عشان الوقاية. فهو له رينج، الدهون للجسم فيه له رينج، فنحن لازم ما نتعدى هذا الرينج. اوكي، من عرف تفاصيل هذا الرينج كم بالضبط؟ لكن دكتورة بدرية خبرينا بسؤال الحلقة وكيفية المشاركة فيه. إنزين، سؤال الحلقة اليوم يتكلم عن مريض السكري، متى يجب أن يفطر في شهر رمضان؟ إذا كان معدل السكر أقل من 8 ملي جرام، أو إذا لم يشعر بأعراض كالدوخة أو زغلدة العينين أو الرعشة، أو إذا كان معدل السكر أكثر من 8 ملي جرام. السؤال سهل زين، وبس الجواب بس على 4006 الرسائل النصية. ممتاز. طيب شو الرينج اللي تتكلمين عنه؟ طبعا الرينج يختلف من حيث الجنس ذكر أو أنثى، من حيث العمر، الوزن، الطول، كل هذه الأشياء تأثر. فأنا ما أقدر أحدد بالضبط الرينج كم تكون، لأنه يعتمد على الشخص نفسه وبنيته. هم الحريم ما يحددوا، خلينا نشوف الرياية شو رأيك دكتور. هو في النهاية أنت راح تخضع للهيب تو ويست ريشيو، لو أنك تقيس منطقة الحوض مع منطقة البطن وتشوف النسبة ما بين المفروض أنه يكون البطن أضعف عن الحوض. مدام هو أضعف أمورك معنا طيبة. أمورك طيبة، بس إيه. يطلع يستوي مشلين هذا. أنت بديت تدخل منطقة الخطر. زين خبريني، عندك سؤال دكتور بدرية؟ احنا نبغى كنا نكلم الدكتور عن العمليات الجراحية، عن السمنة وخفض الوزن، لأن وايد ناس يسألون عنها. فياريت لو الدكتور علي لو تحدثنا عن شو إمكانيات هيئة الصحة في دبي وبالأخص مستشفى راشد بالنسبة لعمليات علاج السمنة. والله مستشفى راشد اليوم كمل 8 سنوات تقريبا وهو يجري هاي العمليات، أو 7 سنوات. نحن بدينا في 2010، اليوم 7 سنوات. كان في عمليات قبل في 2009 بس نقدر نعتبرها سبورادك، يعني ساعات بس. التيم تشكل في 2010 ونحن صار لنا 7 سنوات خبرة مع العمليات هذه. أجرينا
قريب نوصل 2000 حالة. اليوم كانت خبرتنا في مجال إجراء عمليات السمنة العادية، اليوم نحن نتكلم عن عمليات السمنة التصحيحية، يعني لما تفشل عملية السمنة العادية نضطر نحن نجري عمليات تصحيحية، وهي تكون عمليات معقدة. فقدرة مستشفى راشد اليوم تعتبر تنافس أي مركز لعلاج السمنة في العالم. شو يعني عمليات تصحيحية؟ شو تصححون دكتور؟ وهل هذه نسبة كبيرة؟ شوف، يعتمد على العملية الأساسية. أوكي. يعني عمليات مثل الباند اللي هو حلقة المعدة اللي كانت جدا مشهورة قبل في 2005 و2006 و2007، لها مضاعفات، مش مضاعفات تفشل عند 70% من المرضى. أوف. مع الزمن يعني خلال 3 سنين 3 إلى 5 سنين 70% من المرضى راح يشيلوا الحلقة لسبب أو لآخر، أما لأن مضاعفات الحلقة الجراحية أو لأن فشلت الحلقة في تنزيل الوزن. لما نيجي لعمليات قص المعدة، عندنا في الخليج معدل الفشل فيها في حدود 30% خلال 3 سنوات. عمليات تحويل مسار تصمد أكثر، بس في النهاية في جزء من المرضى راح يفشلون في أنهم يصلون، ما بقول الوزن المثالي، أصلا إحنا ما نسعى إلى الوزن المثالي، بس وحتى ما نسعى أن تنخفض أوزانهم بشكل كبير، المهم أن تنزل الأوزان، بس بعض هذه المرضى يرد وزنهم كأنهم ما سووا عملية. ففي هاي الحالات نحن نضطر نسوي عملية، يعني إحنا نسعى للوزن اللي هو الصحي، يعني يكونون حياة، يعني عندهم حياة صحية، يعني ما تكون مثلا السمنة تسبب لهم بعض الأعراض أو المضاعفات. شوفي، نحن نقسم السمنة ومشاكلها إلى قسمين، نقول السمنة مع اللي يسموه الميتابوليك ديزوردر، المشاكل الأيضية اللي هي مع السكر مع الضغط مع مع وقد تكون هاي السمنة بسيطة، يعني ما عندك جسم 38 أو 39 صح سمنة مع عملية مع أشياء أيضية، وقد تكون السمنة فيها إعاقة حركية، يعني سمنة مع مشاكل في الركاب أو في الظهر أو الديسك أو هذه. فهني نحن نوزن حاجة المريض، فبعض المرضى يعني ما يحتاج ينزل كثير عشان تبدأ حياته تتغير، أهم شيء أنه ينزل، أهم شيء يعني في دراسات تقول أن 10% 15% من الوزن الزائد على دكتورة كافي لإيصال المريض لحالة صحية أفضل بكثير من الحالة اللي هو عليها. وبعد في اعتقاد، يعني مو بكل حد مثلا أن وزنه زايد أنه مثلا صحي أو العكس، يعني مو بدايما اللي مثلا اللي ضعاف وايد أو اللي وزنهم وايد نازل أن هذه لا يعني حالتهم الصحية جيدة، أو اللي مثلا اللي وزنهم، يعني إحنا دائما نعتمد على يعني مثل شو على تقييم الحالة الصحية للإنسان هذا، وهذا يعني كله يعتمد على أنماط الحياة الصحية اللي إحنا نتبعها. نعم. زين دكتور، يعني إحنا كيف يعني هذا قرار مصيري إن الواحد يخوض بعمليات الجراحية هذه، فكيف تقييمكم أنتوا للحالة نفسها؟ هل كل الحالات تدخل يعني عندكم العمليات هاي، ولا كيف يعني على أي أساس تقيمونها؟ نحن نقيم الحالات على أساس أكثر شيء إحنا نعتمد على معدل كتلة الجسم اللي هو يسمونه البي ام اي، و يعني أقل من 35 نادرا نادر جدا ما إحنا نجري عمليات لمعدل كتلة الجسم أقل من 35، إلا إذا كان عنده مشاكل أيضية اللي هما بين 30 إلى 35 ممكن أن يتسوى العملية، غير ذلك يون يعني. يعني أنتوا من فوق 35 بي ام اي، مش عمر، مش العمر، معدل كتلة الجسم لازم يكون فوق 35. جميل. هني اختي شيمه في سؤال يقول متى اعرف ان وزني زايد عن المناسب لي، علما ان طولي مثلا يقول 172 وزني 80 حاليا اتمرن، واللي اعرف ان الوزن يكون في العضل، فكيف احسب وزني صح؟ شوف، هو حساب الوزن المثالي عن طريق البي ام اي، كتلة الجسم نحسبها، بس اذا هو يتمرن مثلا وعنده عضل زيادة، هاي عن طريق بعض الاجهزة الميزان تكون تقيس له نسبة الدهون بالجسم وتقيس له نسبة العضل. هل يوقف عليها حافي؟ يوقف عليها حافي ويمسك ايده بعد الحنتين بالجهاز، فيقيس الجهاز نسبة الدهون نسبة العضل ويطلع له النسبة الرينج الطبيعي اللي المفروض يكون هو فيه، فهو عن طريق الجهاز بيعرف اذا هو طبيعي وزنه او لا.
إذا هذا إذا هو إنسان ما يمارس رياضة، هو إنسان جسم يمارس رياضة بس جسمه عادي وما عنده عضل زيادة، فيقدر عن طريق البي ام اي يحسب الكتلة المناسبة أو الوزن المناسب له. زين أبغى أسوي مشاكل أحيانا بينكم أنتوا الاثنين، لأن في أنا أعرف أن أخصائي التغذية عندهم مشكلة أن ما يبغون الناس يسوون هذه العمليات. لا يبون، ما عليك لا. شوف، لأن أخصائي التغذية ما يقدر يوصل الأوزان العالية إلى 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 الطبيعي. شو رأيك؟ إنزين، هم المشكلة في تغيير نمط الحياة، مشكلة الدايت، كلنا جربنا الدايت. المشكلة الدايت إن الإنسان يتعب منه خلال شهر شهر ونص، يمل لأنه ينقص في أول أسبوعين ثلاثة أسابيع، بعدين يركب على الميزة وما يشوف شيء، ما يشوف شيء، طيب بعدين يمل، بعدين يرد يأكل ويرتفع وزنه أعلى من فيقوم يصير في اللي احنا نسميه يويو افكت، يحاول ييأس يرد وزنه أكثر، بعد أربع شهور خمس شهور راح عند دايتيشن ثاني قال له ما أدري شو، في النهاية ييأس. أنا ما أقول إن الدايت غلط، بالعكس الإنسان اللي يقدر إنه ينزل وزنه بالدايت طبعا هذا والرياضة هذا أفضل مليون مرة من الجراحة. شو رأيك؟ كلام الدكتور صح. النوعية من هالمرضى اللي ما عندهم أي إرادة في نزول الوزن أو مو في نزول الوزن، إرادة في تغيير النمط، تغيير نمطه من حيث النشاط، من حيث نوعية الأكل، إذا ما عنده إرادة وعنده سمنة مفرطة أو عنده سمنة مع مضاعفات، ننصح مع بعد كذا جلسة وياه وشفنا ما في أي نتائج، ننصح إنه يراجع الدكاترة. وهي المشكلة يعني مش الدايت، يعني دائما مثل ما قال الدكتور شيء متعب والإنسان ما يقدر يتحمل لمدة شهر وشهرين فعلا. فإحنا بعد نفس الشيء دائما ننصح إنه يعني لا تدخلون في الدايت، لكن في شيء اسمه اللي هو تغيير أنماط الحياة، اللي هو هذا تغيير أنماط الحياة اللي بيدوم لك لطول العمر. فإحنا دائما نسعى إن مثلا الاختيارات الصحية في الغذاء، ممارسة الرياضة، يعني النوم الكافي، كل هالأشياء العوامل اللي تساعد على المحافظة على الوزن، لأن هالأشياء إذا أنتوا تبنيتوها من يعني من الصغر وحتى علمتوا عيالكم في البيت هذه بتتم وياهم على طول العمر. لكن مسألة الدايت يعني أنا أشوفها هاي مسألة فاشلة، يعني ما أقول يعني 100% بس بعض من الناس يحسون فيها أنه يعني صعبة عليهم، فتبني الأنماط الصحية هو أفضل بوايد يعني. طبعا هو سهل علينا، إحنا كنا ضعاف جالسين في الاستوديو نيس نتكلم عن ناس ما نحس فيهم. المشكلة محمود والله نحس فيهم دكتور. ولا تحس؟ والله أحس. عندك ربع يمكن. لا بعد أنا يعني أحس أن وزني زايد أصلا. لا شوف، المشكلة الإشكالية في لأن الوزن من يطلع شوية أنا أحس بالألم يعني. الإشكالية في اللي احنا نسميه الإرادة، هي هاي الكلمة أنا أعتقد توصيفها العلمي غلط في هالمكان، لأن المشكلة هو الإدمان. المشكلة الناس اللي اسمان اللي هم اللي احنا نسألهم في 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 السمنة المرضية المفرطة عندهم هرمونات تخليهم يمتنون. يعني هاي في إشكالية كبيرة خاصة اللي كملوا فترة وهم أوزانهم عالية. يعني ما نقدر نقول إن بني آدم ناجح في حياته وصل لدرجة مدير أو رئيس قطاع أو مش عارف إيش. عندك مشكلة مع المدراء؟ زين لا حاشا والله زين، صح إنهم عبين باركنات مالكم يعني، بس شو سوي. المهم ف ناجح في دراسته وناجح في وظيفته وناجح في زواجه وناجح وناجح وناجح، وبعدين يحن يسني في الاستوديو نقول بس إرادتهم ضعيفة. لا إرادتهم ضعيفة، عندهم إشكالية في إشكالية هرمونية، وهذه راح تحتاج دايت لفترة طويلة وهذا صعب. هذه شوية دكتور، يعني أغلب الناس أنا ما أشوف إن مشاكلهم. صح، كم نسبتهم دكتور؟ يعني عالية عالية، لأن عالية اللي أنت تشوفه بس اللي في الشارع موجودين يعني. سمحي دكتور، يعني الدكتور ذكرنا بشيء اللي هو الحالة النفسية وزيادة الوزن مرتبطين ببعض، السمنة والاكتئاب أو الحالات النفسية اللي تستوي. فمثل ما ذكر الدكتور يعني مثل الحين ليش احنا نشوف دائما في حالات الفرح زين والسرور وشي يعني تختلف عن حالات اللي مثلا اذا واحد كان مكتئب وكان متوتر ياكل زياده يزيد وزن زياده. ليش؟
لأن فيها بعض عوامل هرمونية. زين، نحن في عنا وايد أسئلة بعد ما أخذناها، بس قبل أن أخذها بناخذ بس فاصل. قبل الفاصل دكتورة ذكرينا بسؤال الحلقة اليوم. زين، سؤال الحلقة يقول: متى يجب على مريض السكري أن يفطر؟ إذا كان معدل السكر أقل من 8 ميلي جرام، أو إذا لم يشعر بأعراض كالدوخة أو زغللة العينين أو الرعشة، وإذا كان معدل السكر أكثر من 80 ميلي جرام. عموما فاصل إن شاء الله، وما نرجع نستكمل هذا الحوار الجميل، وما نتكلم بعد عن بعض العادات التغذوية اللي لازم نحن نمارسها، وعن المساكين اللي يقول عنهم الدكتور علي خماس. ها دكتور؟ بعدنا على الهواء. نفسخنا شي حافينا ناخذ الفاصل وناخذ المكالمة بعد إن شاء الله. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. زين، قبل الفاصل نحن توقفنا عند العديد من المواضيع، لكن دكتورة ما ناخذ مكالمة من محمد. السلام عليكم. أم محمد. عليكم السلام، مرحبا. هلا أم محمد، هلا، تفضلي. هلا دكتورة، مرحبا. والله عندي ولد محمد عنده سمنة غير 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 شكل. سمنة؟ عمره 17 سنة، وزنه 180. ما شاء الله. ما شاء الله. 180 وزنه. فحاول عدة طرق دكتور، عدة طرق. شو من الطرق اللي سويتوا ويا الولد؟ أول شيء حاول رياضة. زين. رياضة مشي، فقال مشي ما يفيد، لأنه ما يساعد المفاصل، تتعب المفاصل. ثاني محاولة دايت. سوى شهر شهري كيف ما نزل، خلاص تعب، قال أنا ما أنزل. إنزين، الحين نشوف إحنا الدكتور شو اللي ممكن يفيدك في هالموضوع. تبغى تسألي سؤال دكتور قبله؟ كم طوله؟ تقريبا طوله ما شاء الله 160 في 65، ما شاء الله عنده طول. 160؟ 160 مو طويل. مو طويل. 102 ما أعرف، يعني طويل ما شاء الله، يعني أطول مني. إنزين، نشوف الدكتور شو يريد عليك. هو عنده وزن عالي من يوم صغير، من يوم طفل كان في الابتدائية. يوم طفل دكتور لما ربيته كان عمره ما شاء الله 4 كيلو. ما شاء الله. وتم كذي دائما، ما ضعف صح؟ ما ضعف، يعني تم كذي، يعني تم كذي حتى في المدرسة كان. زاد يعني أكثر. زين، تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا طبعا راح يحتاج جراحة، ما يحتاج، راح يحتاج تدخل جراحي، ما في حل لها الأوزان إلا التدخل الجراحي. حتى التدخل الجراحي يعني لازم يكون معاه التزام ومعاه عزيمة ومعاه مراجعات ومعاه، لأن الإنسان اللي يكون من يوم طفل وزنه عالي احتمالية فشل العملية فيه بعد شوية عالية، فلازم يكون هو عنده إرادة وعملية. هني على طاري العمليات هذه دكتورة، يعني بالفعل اللي يسوي هذه العملية يعني محتاج حتى نظام غذائي قبل وبعد. أكيد. لازم يحتاج قبل العملية أنه ينزل نسبة معينة من الوزن، ويستمر أيضا بعد العملية نظام غذائي تقريبا لمدة 6 شهور عشان يتعود الإنسان أنه يبدأ ياكل. أنا بسألك الحين السؤال هذا، لأن قبل العملية أنتوا تسوون دايت حق المريض بشكل عالي، تعطونا شوربة معينة أو شيء؟ نعطي عالي بروتين قبل العملية تقريبا بأسبوع. شو تعطونا؟ النظام يكون عالي بروتين. إنزين. عشان شو الشوربة هاي اللي تسوونها؟ الشوربة الدايت سمعت عنها؟ لا، ما في شوربة. لا، نعطيه منتجات خاصة تكون عالية بالبروتين، نعطيه إنه يأخذها خلال فترة اللي هي قبل العملية. بكم؟ بأسبوعين؟ بأسبوعين تقريبا. هي أوكي. وبعد العملية أيضا يستمر وياها، لأن أثناء العملية هو راح يخسر وايد أنسجة ويخسر بروتين عالي، فلازم نظامه يكون عالي بروتين.
عشان ما يكون في لا خسارة كبيرة في الأنسجة. وهذا عادي حتى لو نحن نسوي هذا النظام اللي أنتم تسوونه حق المريض هذا، ممكن نحن كناس عاديين نسوي؟ كيف تبغى تنزل شكلك؟ تبغى يعني ينزل وزنك؟ لا لك نظام غير عنهم. يا مو بهذا، هذا مو بزين؟ لا لا عادي، بس لا بنسبة معينة، هي نسب معينة للبروتين اللي مفروض ياخذها. انا سمعت في شوربة يعطونهم اياها معينة، شو هاي الشوربة؟ قول لي دكتور علي، ما تبغي تقول مو شوربة هذه تي مثل ما قالت لك مثل الحليب دكتور، منتجات منتجات تي انواع، في منها تي ساشي يعني اكياس وفيها مثل باودر او شيء وتذوبها انت وتشربها، وممكن تكون تشربها ساخنه، يعني في عده تعرف انت شركات ما تقصر يعني تعطيك الشيء اللي انت تبغاه. هي تخسيس الوزن بالنسبه لنا احنا في الجراحه احنا نحتاجه عشان عاده تكون يكون هذه المرضى عندهم تضخم في الكبد وعندهم شحوم كثيره تخلي العمل تصعب شويه العمليه، فنزول 5% من الوزن الزائد يقلل الألم بعد العملية، يقلل النزيف أثناء العملية، يسهل العملية. يعني هناك في احتياطات عقب العملية الواحد لازم يتبعها، يعني مثلا عقب ما تسوي العملية يعني الاحتياطات ما راح تقي من شو قصد؟ أنا ما فهمت قصد، أنا أتكلم عن الدايت قبل العملية. قصدنا متى بتجيب لنا هاي المنتجات؟ جيب لنا خلينا نجرب يعني. أنا بعطيك رقم اتصل بيوصلوا للبيت. دكتورة يعني حالة أم محمد لما تحدثت عن الطفل أن حتى وهي لما ولدته ما شاء الله 4 كيلو يعني ونستمر مع هذا، في رجيم للأطفال؟ رجيم للأطفال؟ ما في رجيم قاسي للطفل، مستحيل نخلي الطفل يتبع رجيم قاسي. في تغيير نوعية الأكل، شو نوعية الأكل نوفر له، نغير نشاط البدن، لأن في الغالب الأطفال اللي يعانون من السمنة يكونون في الغالب النشاط البدني عندهم وايد قليل، فنشجعهم على النشاط البدني، نشجعهم على الاختيار الصحي للأكل، شو ممكن يختارون طريقة صحية، شو الأغذية الصحية اللي يختارونها، نحببهم لهالأكل ونعلم ولي الأمر أكثر، يعني الأم مثلا أو الأبو لأن هم اللي يوفرون له هذا الشيء، فيكون النصائح هذه لولي الأمر ومع الطفل كتحبيب لك أنه يتناول هذه الأطعمة. دكتورة بدرية، الوزن الزايد اللي عند الأطفال ممكن يكون وراثة عند الأطفال ولا ممكن يكون؟ هي طبعا في عوامل منها وراثية وفي منها يعني من عوامل أخرى يعني. طيب إذا كان وراثة شو الحل؟ نفس الشيء يعني أنا عايبني دكتور أن أنت ماخذ الموضوع وايد بهدوء. أنا ما ماخذ الموضوع بهدوء، مشكلة السمنة في الأطفال هاي مشكلة عالمية، وقليل جدا هي الدول اللي عرفت تتصرف معها. في دول حاولت وفشلت، أنا ما أعرف دولة نجحت في ما بقول في إيقاف النسبة التصاعدية، يعني كل سنتين يشوفوا أن نسبة الأطفال السمان زادت. الدولة الوحيدة اللي أنا أعرف أنها عرفت تتعامل مع شيء هي السويد، عندهم عملوا نظام صارم يعني يبتدي من المدارس، يعني في المدرسة صف في الروضة بس يكتشفوا أن في الطفل وزنه زايد يصير تحويل لمركز رئيسي، هذا المركز في طبيب نفسي وفي طبيب أطفال وفي أخصائيين تغذية أطفال متخصصين، فيتابعون معاهم مع ولي الأمر وحتى يعني يراقبون حركتهم كم خطوة تحرك في اليوم في البيت، لأن لازم الأطفال نبتدي معاهم في مرحلة متقدمة، إذا تركنا الطفل عمره 4 سنين 5 سنين سمين لين ما ني مثل محمد عمره 17 سنة تتفاقم المشكلة بشكل كبير، فإحنا لازم نبتدي من البداية مع الأهل نعلمهم الأنماط الصحية ونعلمهم الأغذية الصحية ونعلمهم عشان تتغير بيئة الطفل. يعني نحن نعرف وراثيا دراسات التوائم هي أهم دراسات في 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 أي مجال في الوراثة، توائم عاشوا في مكانين مختلفين، واحد طلع سمين واحد طلع ضعيف أو عادي، فالبيئة العامل الأكبر بيئة، يعني أنت ما تقدر تسمن من دون أكل. زين دكتورة ندى الملا تقول منور دكتور خماس. إنزين دكتور الحين إحنا نسمع إن هالعمليات استوت مثل الموضة، يعني في وايد ناس مثلا ما يحتاجون عمليات بس يقولك إحنا سوينا الحلقة، أو شو رأيكم في هالشيء؟ يعني هذا طبعا إحنا نشوفه كثير في عياداتنا، يعني مرضى يجون يطلبون عملية هم ما عندهم وزن زائد
بس ما عندهم السمنة، عندهم وسواس يعني، عندهم السمنة المرضية المفرطة. لا، هذيل الناس اللي هم نفسهم اللي يحطون فيلينج وبوتوكس عن التجاعيد، هم نفس الأشخاص ترى باي ذا واي، يعني اهتمام زائد بالشكل المظهر الخارجي، وهذا حق من حقوق أي بني آدم يحب يكون مظهر الخارجي صحيح أو عدل أو حلو أو الكلمة المناسبة لهالموضوع. بس العملية اللي نحن نسويها هي ليست عملية تجميلية، هذا اللي احنا نشرحه في العيادة، نحن نعمل عملية لمرض، حال وجود المرض اللي هو السمنة المرضية المفرطة يصير في عملية، حال ما نوجد المرض يشوفون ناس ثانيين أحسن. بس للأسف أنه في أطباء في سؤال يقولك الطفل السمين هل سيكون في الكبر كذلك حتى لو ما في وراثة؟ مش ضروري. وايدين من أنت تطلع صورك يوم صغير بتشوف أنك شوية كنت متابتة عادي. لا والله أنا الحين اللي متأكد. لا، هو الطفل اللي هو قبل 4 سنوات اللي الفات اللي في جسمه يسمونه بيبي فات، فيقدر يخسره إياه عادي ما في أي إشكالية. بس بعدين الصعوبة في العمر، إذا تقدم في العمر، إذا تقدم وما زال في هاي مرحلة السمنة، هي هذه هي المشكلة. زين، شكرا لكم، إن شاء الله على خير. دش الدكتورة ندى الملة سوت لنا سالفة هني على على ركزوا في البرنامج يا شباب، ما عليكم الدكتورة ندى. دكتورة ندى عندك أسئلة دشي ويانا، ما عندك خليه تبعيد. زين دكتورة، بشكل عام زين نحن نتحدث عن رمضان كفرصة لخسارة الوزن. نعم. زين، فعطينا الأشياء اللي لازم نسويها في رمضان عشان نخسر الوزن، بالإضافة إلى هذا اللي بيطرش لنا يا دكتور علي خماس. أوكي. في رمضان فعلا هي فرصة ذهبية لنزول الوزن، تقدر تخسر في شهر واحد تقريبا في رمضان من 2 كيلو تقريبا إلى 4 أو 6 كيلو على حسب النشاط البدني اللي معك. إنزين، كيف نخسر؟ طبعا رمضان هي وجبتين رئيسيتين اللي ناخذهم، وجبة السحور وجبة الفطور، غير عن الأيام الثانية طول النهار نحن ناكل، لا طول النهار صيام نحن. وجبة الفطور ممكن يساعدنا أن نبدأ مثلا الوجبة نفسها تقسمها إلى قسمين، ما نبدأ على طول على وجبة دسمة على وجبة الفطور، لا لازم تنقسم إلى قسمين عشان نهيئ المعدة أنها تبدأ تهضم، تبدأ تحرك، تفرز عصارات الهضمية. فنبدأ مثلا بتمر كتهيئة للمعدة، بشوربة دافية، نصلي المغارب، ناخذ شوي بريك، عقب نرجع ناخذ الوجبة الرئيسية. مهم جدا أن المائدة ما تكون متنوعة، لأن إذا متنوعة النفس يعني تشتي وراح تاكل من كل شيء. نحاول يكون في الطبق نفسه اللي نحن نتناول منه يكون فيه سلطة، فيه خضار وايد نركز عليها، فيها نوع بروتين مثل لحم، دياي، سمج أو أي نوع بقوليات، وفيها نوع نشويات مثل عيش، ثريت مثلا، خبز، معكرونة، أي نوع نشويات. كل واحد كل واحد وكمية اللي تناسبه، يعني ما أقدر أحدد الكميات لأن كل شخص يختلف عن الثاني. وقت صلاة العشاء مثلا والتراويح هاي بروحها رياضة، تعتبر تحرق فيها تقريبا 200 سعرة حرارية. بعد صلاة التراويح اللي يحب يحافظ على وزنه ممكن ياخذ فاكهة كوجبة خفيفة بعد الصلاة. وقت النوم وايد مهم في رمضان، أغلب الناس ما ينامون كفاية في رمضان لأن النوم يأثر على الوزن، إذا ما ننام كفاية راح يأثر على وزننا يزيد الوزن معه، فلازم ننام كفاية في رمضان. وقت السحور هي وجبة وايد مهمة، وتكون وقت السحور يعني مش وقت الساعة 12 أو 1 أنا أتسحر، لا، الرسول عليه السلام وصانا أن هالوقت فيه بركة ونتسحر في وقت السحور، وتكون يكون سحورنا في الغالب عالي ألياف وفيه بروتين عشان يشبعنا، وللمرضى اللي فيهم سكري ما يكون فيه هبوط للسكر معهم، يكون فيه خبز أسمر مثلا أو بدالة مثلا ممكن بطاطا، ممكن بيض كبروتين، يكون فيه سلطة، فيه حبة فاكهة أيضا فيها، ممكن يكون زبادي بروتين. بعدين الرياضة في رمضان، ممكن يمارس الرياضة في رمضان بعد صلاة العشاء مثلا، ممكن يمارسها وبعد صلاة التراويح، أو ممكن قبل الفطور، بس بشرط أنه ما يعاني أي مشاكل صحية، ما عنده أي مشاكل صحية أو ضعف في البنية مثلا ويروح يمارس، لا يمارسها قبل الفطور، يمارسها في مكان بارد أيضا مو بحار، بالتالي هو فرصة يستغلها وينزل إن شاء الله فيها 2 إلى 6 كيلو. ساعة واحد في الجيم قبل الفطور زين وطاح زين
طاح الظهر وفي في مريض سكر. انا ما اضحك استغفر الله على على على, على طيحته، لا انا اضحك على تعليق الريال، كان قال ريال استنزل. واستنزل يا ريال سكر يا سكين. لا نحن اللي مريض سكر ابد ما ننصح انه يمارس رياضه وهو صايم. انزين دكتوره اعتقد بنوقف استقبال الاجابات. انزين وخلينا نقول السؤال والاجابه. انزين السؤال كان يقول متى مريض السكري يقدر يفطر في رمضان؟ اذا كان معدل السكر اقل من 80 ملي جرام، او اذا لم يشعر باي اعراض كالدوخه وزغلله العينين. الاجابه شو؟ شو رايكم ضيوفنا؟ شو الاجابه؟ طبعا يكون السكر اقل من 80. اقل من 80 ما شاء الله، كل الاجابات كانت تقريبا في نفس هذا، لان اخر اجابه بس غلط. منى طرشتينا إجابة غلط. زين متى يفطر كان الموضوع؟ طيب متى يكون وضع الطفل في خطورة ولازم تدخل طبي؟ ما يكون وزنه زايد، ما يكون في طفل هي تسوون عمليات حق أطفال؟ لا شو يسوون؟ نحن ما نسوي، نحن مو بجراحين يعني. هذا يسوون يعني ممكن يتسوى في بعض الأطفال عندهم أوزان زايدة بشكل مخيف، فهذه اللي يحتاجون تدخل. ناخذ ابو شهد دكتوره مكالمه. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا ابو شهد تفضل. صباحكم الله بالخير. صباحك النور والسرور. الله يسلمك. لو سمحتي بس انا موضوعي انه بال يعني في موضوع السمن الفطور الحين، يعني بشرب شوربه ولبن وتمر وسلطه بس، والسحور فواكه بس، والحمد لله بدل يعني الوزن ينزل. سؤال في اشياء ثانيه بعد واحد يتجنبه؟ الحين ما خلي دكتور علي الخماس يقول لك عن الشوربه السحريه مالتهم. ماشي شوربه تسمع لي. نشرب شوربه حريره مغربيه. فيها لحم وفيها هذه ما شاء الله. انزين ما تخبص يسمونه حلويات عقب صلاه التراويح يوم تصير تزور حد من اهلك؟ نعم. ما تاكل، هي مشكله رمضان هي في الحلويات، مشكله رمضان مو بس في الاكل. لا 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 الحلويات ما عم قرب عليها برمضان. أيوة هذا شيء ممتاز، هذا ممتاز، لان هي هاي المشكله الرئيسيه، المشكله الرئيسيه في السكر. لا لا يمكن الحين من اول رمضان للحين يمكن اكل قطعتين حلويات فقط. زين ممتاز ابو شهد، الله يثبتك ان شاء الله. الله يثبتك مشكور. تسلم يا ابو ابو شهد. شو رايك دكتوره؟ هو نظام على الفطور ممتاز، لأن شوربة الحريرة ما شاء الله عالية بروتين وفيها نشويات، لأن فيها بقوليات وفيها لحم، فهي تعتبر تقريبا وجبة متكاملة، وياخذ معها سلطة فهو وجبته على الفطور متكاملة. بس المشكلة عندنا على السحور أنه فواكه يقول بس أنه ياخذ فاكهة، فهاي ما نكتفي فيه، لازم يضيف له أشياء ثانية على السحور، مثل ما قلنا يعني يكون فيها ألياف، ممكن شوفان مع حليب يضيف لها شوية فاكهة، ممكن ياخذ مثلا قطعة فاكهة مثلا مع خبز وروب مثلا. دكتورة عادي، أنا واحد من الناس اللي يعني سحوري بس موز، وفي هذا مشروب بطاقة. لا ما بطاقة، هذا ما أبغى أقول اسمه، بس هو اللي يعوض الأملاح والسوائل اللي يفقدها الجسم، بس أنا هذا سحوري. هو يعتمد طيبة على الشخص، لكن يكون يمكن يكون في خسران كبير، بيكون في الأنسجة عندك زي. فما تأخذ كفايتك من البروتين. طيب يأخذ كفايته معلش. شكرا لك. منو الفايز معانا؟ عيسى اخترتوا الفايز. علي عيسى علي فرج علي الفرج علي عيسى علي الفرج، ألف مبروك، فاز معانا ب 500 درهم مقدم من هيئة الصحة بدبي. طيب الحين بس بمشي على السريع ببعض الأسئلة، نتمنى إجابات مختصرة لو سمحتوا. زين دقيقة ما نخلص إن شاء الله كلهم. دكتور الشخص من ذوي الاحتياج الخاصة وزنه 160، شو العلاج؟ علما بأنه من الصعب عمل عملية لأنه ما يتقبل، وأبا شيء ينزل وزنه لأنه مستحيل يتحكم في كمية الأكل. هذه الإجابة، هاي الإجابة، هاي الإجابة، هم صعب فعلا نزول وزنهم. سؤال للدكتور، أنا يجيني ألم في البطن من أكل المعكرونة بس ما أقدر أقاوم وأرد أكل، شو السبب؟ من أكل المعكرونة؟ من أكل المعكرونة يمكن، من الجلوتين يمكن، أو بعد ممكن البهارات اللي في أو البهارات ممكن، صلصة البيضة. زين في حد ما يقدر يودر مكرونة؟ أسهل شيء يعني العيش إدمان، فهمنا مكرونة إدمان، هاي جديدة صراحة. زين هي في واحد توفى بسبب هبوط السكر وأمه توفت حزن عليه، ربي يرحمهم. يا الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله. جايب لنا هاي الأخبار على الصبح، الله يهديك. إذا جت لمريض السكر الغيبوبة كم يطول عليه قبل
موت الله يبعد عنكم الشر. شو السالفة يا جماعة الخير؟ ها حد بيجاوب؟ كم يضحون؟ لا على حسب كل حالة يعني. المهم الإسعاف إسعاف مريض السكري على السريع إذا جته إذا جاء الهبوط شو نسويه؟ إذا جاء له هبوط بدون غيبوبة ممكن يعطونا عصير يشربه أو ماي مع السكر أو ماي مع عسل يتريون عليه 10 دقائق ويفحصون للسكر. في سؤال يسألونه يا أظني شو أنت أي سكر إذا واحد ولا اثنين؟ النوع الأول أو النوع الثاني؟ النوع الأول اللي حق الشخص هو يعني في عمر صغير. إذا جت النوبة في اختلاف ما بين التعامل معاهم شيء؟ في إذا كان الهبوط نوبة الهبوط لا ما في اختلاف نفس الشيء إذا كان الهبوط تحت 70 أتذكر يوم سارين الحج نحن قالوا لنا شيء في اختلاف إذا واحد شفت واحد في عنده سكري يتنوب أو شيء كان الطبيب قال لنا في اختلاف ما بين هذا في حد إذا عطيته سكر زيادة ممكن يزيد عنده لا نفس طريقة العلاج نفس الشيء العلاج. كيفكم عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. شكرا لك دكتورة بدرية. شكرا لك أخوي محمود وشكرا لضيوفنا الكرام على هالحلقة والمعلومات المفيدة اللي كنا استفدنا منها ونتمنى لكم شهر كله صحة وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم. دكتور شيماء حسين قايد أخصائي التغذية السريرية قطاع الرعاية الصحية الأولية. دكتور علي خماس استشاري جراحة المناظير في مستشفى راشد هيئة الصحة بدبي. لا تلعب في تليفونك وايد دكتور بعد ما خلصنا شكرا لك دكتور وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. شكرا لك يا أميرة الإغفلي وعيسى سبيل كان معنا في الإخراج ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.